بسوريا العربية التي نعمل جميعا يدا واحدة من أجل أن تخرج منتصرة على هذه الحرب الكونية المعلنة ضدها، لتبقى كما كانت دائما قلبا نابضا للعروبة وقلعة صامدة لحكام المقاومة. ونحن على ثقة بأن الشعب السوري والجيش السوري والقيادات السورية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد على مستوى وقدر هذه المسؤولية القومية الكبرى، كما نحن على ثقة بأن شعب تونس الذي كسر قيد الجمهورية والاستبداد وفتح أفق الحرية لن يقف عند حدود التنفس الحر والتعبير الحر، بل سيستثمر هذا المناخ الحر من أجل أن تبقى قضية فلسطين هي قضيته الأولى، كما كان دائما نبضا قوميا دفاقا منذ اليوم الأول لقضية فلسطين. كانت تونس على خط التماس رغم بعد الجغرافيا، فهي في قلب الصراع، وأهلها وشعبها وهؤلاء المناضلون الذين فاجؤونا اليوم بدفق الحب والعاطفة التي إن عبرت عن شيء فهي تعبر عن أن ما بيننا من رابطة قومية كعروبة أصيلة مقاومة لا يمكن أن تحد بالحدود ولا أن تفصله الحدود. نحن بإذن الله في مسيرة واحدة لها عنوان واحد، بوصلتنا كانت فلسطين وستبقى فلسطين. من أجل فلسطين كانت ثوراتنا وتضحياتنا، ومن أجل فلسطين ستبقى. شكرا لكم جميعا، ونحن غدا بإذن الله سنكون في جابس في تحية لقائد الاتحاد العام التونسي للشؤون المؤسسية في ذكرى استشهاده، وسنكون في تحية للشهداء الذين سقطوا معنا في جنوب لبنان من أبناء تونس الحبيبة، نزور مدافنهم ونعزي أهلهم، ومن ثم نعود معا لنتحاور ونتشاور في قلب المؤتمر القومي العربي، مدركين أن التيارات المتعددة في قلب حركة التحرر هي ظاهرة صحية، لكن علينا واجب أن نقول كلمة الحق وأن نتصدى لما نراه خطأ حتى يستقيم المسار وتسدد البوصلة من جديد. شكرا لكم وألف تحية، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. الله يخليك.